جايز هينا وصلنا on top of the mountain. وشو لقينا هون؟ يب. Hey, what's up, M&A squad? Welcome or welcome back to our channel. واليوم احنا وين رجعنا؟ على عجلون. رجعنا على عجلون. Hopefully ما راح يكون في any scary moves. زي آخر مرة, which if you didn't watch the prank that I did on Angelina over here, you should. I'm gonna link it هون. فwatch it, it's necessary. And اليوم رجعنا على نفس التريل, عم نتمشى. And we're gonna be walking maybe for 5 hours, 3 hours. يعني إشي زي هيك. Oh my God, yes. والجو كتير كتير حلو وخضار وكل شيء all around us. وبتعرفوا هلا يعني عشان وضع الكورونا واللوك داون اللي عندنا بعمان وهيك, فحلو انه الواحد يطلع شوي هيك على النيتشر. فذس از وات وي ديد اليوم. هلا وصلنا وبكره مروحين, يعني كلها ليله بس احسن من ولا شيء. لا احسن انه اوفر تو ستي اوفر نايت بيكوز لايك وي دونت هاف تايم. يا نيد تو بي هوم ات 7. ما هو يا فبس, فهذا هو اللي عم نعمله. وجايز يعني بدنا نحكي لكم عن جد سوري انه هذاك الأسبوع برضو ما نزلنا إشي, بس عن جد عن جد يعني بتعرفوا هلا بدنا نروح السبعة عشان بأردن عنا شو اسمه لوك داون, يعني كل شيء بسكر على 6 ولازم نكون إحنا مع 7 بالبيت. So this is why like إنه barely قدرنا نعمل any vlogs. بس هينا رجعنا لكم with the trip which is عجلون again. عجلون trip. And maybe we're gonna go to the Echo Park. Yeah. Jordan Echo Park to. Yeah. Which, by the way, we didn't know إنه it's nice, but last time we did see some people نزلوا إنه راحوا وجد جد طلع إنه كتير حلو, يعني برضو هيك نفس الفايب تبع عجلون و it's nice, so we're gonna go hopefully soon. في أظن هناك بحيرة صغيرة, ممكن بحيرة اليرموك أو إشي زي هيك. إشي زي هيك, يا. فهينا بدنا نمشي. إيش 1 hour صح؟ Yes, I think, but maybe we will take another trail that maybe gonna be more than 1 hour. ما هو؟ فهينا we're gonna go. ويا جماعة enjoy the nice views اللي هلا راح تشوفوهم. Go. شايفين هاي الشجرة؟ طلعوا كيف عليها أشياء. الجايد حكى لنا إنه هاي الشجرة بتجمع غبرة من الجو. تخيلوا كيف ويرد. بس يلا هاي معلومة جديدة لإلكم إنه في شجرات زيهم زي ال ما بعرف مو كنسة إنه بجمعوا غبرة all around the place which is cool. وبس هينا ماشيين. أنا بلشت كراك بس عادي, رياضة رياضة مننحف ما في مشكلة. وأنجلينا إيش؟ You have to walk more. You're good? Yeah, no, I'm good. You're not we tired? We just started. I know. أنا I'm the lazy person, مش هي. شوفوا كيف حوالينا تقريبا في فيو من وراء. أنا عم بمشي ولساتني مش كتير كتير تعبانة. احكولي أنتوا بالكومنتس إيش عم تعملوا هالأيام يعني بال لوك داون, وبتعرفوا يعني بدنا نروح هلا 6 7, فايش بتعملوا؟ بحس اغلبية الناس بروحوا انه مزرعة دتسي عجلون زينا احنا اليوم, انه قصدي انه هيك اوفر نايت اكيد بتناموا عند بعض صح. Whoever does sleep over احكوا لنا داون ان الكومنت واحكوا لنا وير. واذا بتعرفوا محلات جديدة عنا هون يعني بالاردن زي هذا الايكو بارك اللي لقيناه which we didn't know about, احكوا لنا down below in the comments so we can like you know and look it up. Explore new places. We'll explore, yeah. بنروح يعني هناك بنفرجيكم كيف
نعمل لكم ريفيو إذا حلو ولا لا. طلعوا كيف هون بحكوا لنا please stay on the trail. بعدين حاطين هذا. طب إحنا إيش يعني زي هذا الإشي يعني مش فاهمة. ولا لا يا فشة. يعني. إيش اسمه almost. هذا؟ سحلية. إحنا زي السحلية. Let's go. Down the trail to go up to the mountain and see the whole view of Ajloun. Yes, so هينا ماشيين وبدنا نروح على الجبل اللي فوق فرجيكم الفيو والله يستر بس نرجع كز يا حبيب الله. شكلي رح... she keeps on complaining. لا هلا حلو كل شيء بس إنه شكله رح أنحف كتير اليوم ولا لا. That's good. Which is good. That's good for health. يلا خلينا نفرجيكم بس نوصل. يا جماعة شوفوا التريل اللي أخذناها إنه هون تحت هيك وادي مع الجبال وهون عندكم التريل حلو جد حلو يعني مش كل يوم بتشوفوا مناظر زي هيك فmight as well go out of your comfy zone go out of عادة التلفزيون مع السناكس وتعالوا امشوا هون هل خد لك مين بحكي لا بس والله عن جد حلو حلو It's lit شوفوا المنظر جميل جميل شوفوا كيف الخضار هون عن جد يعني هيك منظر ما بتشوفوه كل يوم صح؟ بعمان مع السيارات والقصص فحلو حلو الواحد يطلع شوي على الخضار يكون بالنيتشر ولا لا؟ كل هاد لساتنا ماشيين عشان نوصل الجبل ضايلنا 20 دقيقة نوصل الجبل ورح نعمل بيكنيك هناك آه هلأ أنا عم كراكينج بس بدي خاوة أوصل عشان نشوف شو الفيو للجبل هذا You guys شوفوا شو شفنا وإحنا بنمشي عادي؟ عادي نقرب علينا؟ لا ما أظن هاي بتكون جيكا طلع معصبك ما بصير صح نقرب؟ طيبة هاي كمان واحدة هنا There's over there كثير هاي هم ما شاء الله والله زالت شكلها نطلع لها من جهة تانية ايش في كام ده وين رايحة وين Oh my god راحت تتخبى عن جد خف عقلها سلاح guys هينا وصلنا on top of the mountain وشو لقينا هون cows عن جد cows check this out قاعدين هون بلولحوا oh hell no وهي another one over there There is three here. عادي on top of the mountain. شو بخبصوا هذول? But they're cute. She's eating. هذول لا كهربوا لجوا. بعرف شو عم بروحوا بيختفوا. عن جد صح? عن جد. Yes, eat. Eat to get that milk white and juicy. Oh hell no. Literally on top of the mountain. فوق. كيف بالله. حلو. رسمي قاعدين بنمشي ورا هدول البقر ما بعرف اذا صح الطريق ولا لا بس هينا وراهم
آه عم بحبوا بعض. يوني يوني نونو مروة مش كتير. They're scared from me. حرام. طيب با بعد شوفة البقر on top of the mountain حاولنا نرجع and now we got lost. فهيني أنا قاعدة in the middle of nowhere وراح نحاول نحط جوجل نشوف إحنا وين عشان نعرف نرجع عند البيوت ولا لا. yep. wish us luck people, wish us luck. أخيرا وصلنا للكوخ وطبعا مبين من وجهي. مشينا بالضبط 10 كيلو which انسى يعني فقعنا بس it was good. انا فقعت طبعا وشوب كتير بس هينا وصلنا. هلا بدنا هيك نتحمم وتشل شوي وبعدين بالليل بدنا نطلع كمان. I'm so exhausted. We walked like 10 kilos so it was worth it. I feel proud and Marwa she feels proud. Guys حبينا نسكر الفيديو هون. هينا احنا قاعدين برا على البرندة. على البرندة هيك الفيو الشمس عم بتغيب وحبينا نحكي لكم انه I hope we hope انه you guys enjoy the vlog وحبيتوا تشوفوا عجلون حبيتوا تشوفوا البقرات والبقر كمان و overall عجلون. So if you did please give this video a like a comment وأجن احكولنا إنه إيش في محلات زي إيكو بارك أو إشي so we can go visit ويا رب يا رب تعملوا لنا subscribe and like always we love you guys but do not make it weird. Always make it weird. Of course. Bye.